مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتحدث عن فقدان الأسنان وكيفية تعويضها. كيف الإنسان يفقد سنه؟ يعني أكثر الناس يفقدون أسنانهم من وراء الإهمال. ثانيا تسوسات الأسنان العميقة. ثالثا بعض العلاجات الخاطئة التي يعني هي تكون بسبب دكتور الأسنان. أيضا المريض ممكن يفقد سنه. وآخر شيء وأكثر شيء بهاي الأيام اللي هي الحوادث. طبعا فقدان الأسنان يؤدي إلى مشاكل أخرى في الفم. إذا انخلع سن ممكن الأسنان الجانبية تميل أو تنفتح فراغات ما بين الأسنان. لهذا عند فقدان أي سن يجب مراجعة الطبيب ويجب أن نضع مكانه سن جديد. طبعا أكو أكثر من نوع لتعويض الأسنان. أكثر شيء يستخدم وهو أفضل شيء اللي هو زراعة الأسنان، تكون عن طريق برغي تيتانيوم ويدخل بدل الجذر مال السن اللي قبله، ووراها ورا 3-4 أشهر يجي فوقها سن زيركونيوم أو سيراميك، هذا حسب طلب المريض. أما ثاني شيء اللي هي الجسور، هناك جسور متحركة وهناك جسور ثابتة. طبعا الجسور المتحركة أكثر دكاترة الأسنان ما ينصحون بها، لأنه دائما تأثر على سن واحد أو سنين، وخلال سنين أنت راح تقعد تفقد سن، فيجب الابتعاد عن الأسنان المتحركة. الأسنان الثابتة اللي هي الجسور أيضا هي طريقة شائعة هنا يعني أو في جميع العالم، إنه الناس تسوي جسر إذا كان سن أو سنين. طبعا إذا أكثر من 3-4 سنون ما يصير تسوي جسر طويل، لأنه هذا راح يؤدي إلى انكسار هذا الجسر. بالنسبة للجسور الثابتة طبعا أكثر الناس هسه يحبذون إنه يسوون هاي الجسور، طبعا لأنه تكون أرخص من زراعة الأسنان، يعني مو كل واحد يقدر يزرع سن لأنه شوية هاي تكون غالية. بس أيضا تعويض الأسنان عن طريق الجسور الثابتة يقدر يحافظ على الأسنان الأخرى، طبعا لأنه أنت لما ينفقد سنك ما راح تقدر تأكل وتشرب زين، ومثل ما قلنا راح يأثر على الأسنان الأخرى. هذا أيضا حل من الحلول اللي إحنا نقدر نعوض به الأسنان المفقودة. وآخر شيء راح نحكي عن الأطقم. طبعا الأطقم لازم يكون ما عندك ولا سن، هاي بعد الأعمار 55 و60 سنة يكون ما عندهم ولا سن فيسوونهم أطقم. طبعا هاي الأطقم تكون متحركة ويجب أنه نطلعها كل يوم بالليل ونحطها بمي وملح، أو إلها تكون أدوية خاصة حتى تحافظ على نظافتها. ولازم بعد كل أكل لازم هاي الأطقم المتحركة تتنظف، لأنه يدخل ما بينها أكل وهذا أيضا يؤدي إلى بعض الأمراض في اللثة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله.